المثال التالي لتوضيح كيفية احتساب بضاعة آخر مدة أو مخزون آخر مدة وتكلفة البضاعة المباعة في حالة ما نستخدم طريقة الجرد المستمر أو في حالة اتباع الجرد المستمر. الآن حنستخدم طريقة الوارد أولاً صادر أولاً اللي هي طريقة فايفو. فعندي طبعاً بيانات التمرين فهنبدأ نشتغل عليها. أول بيان في التمرين قال لي في تاريخ 1/1 كان هناك رصيد. يبقى نجي نكتب التاريخ هنا ونكتب البيان بتاعي اللي هو رصيد. هذا طبعا الوارد خاص بالمشتريات، الصادر خاص بالمبيعات، هذا خاص بالرصيد. اذا هو الرصيد هنا حيكون كم؟ حيكون 2000 وحده عشرة دينار للوحده، يبقى هنا القيمه اللي هي 20000 دينار. هذه اول عمليه موجوده عندي في التمرين. نسكرها بهذا الشكل. نشوف بعدين العملية اللي تليها. طبعا نبدأ ناخذ العمليات حسب تسلسلها التاريخي. فالعملية مباشرة التي تلي ذلك هي العملية حدثت بتاريخ 25/2. يبقى نكتب هنا 25/2 عملية مبيعات مشتريات، هي عملية مبيعات. الآن أنا عندي تكلفة واحدة، يبقى هنبيع بالتكلفة الموجودة عندي الآن. يبقى المبيعات اللي تخرج من عندي حتخرج عندي بالتكلفة الموجودة عندي، لأن عندي تكلفة واحدة ما عنديش مشكلة. المشكلة تبدأ أمتى؟ لما تكون عندي أكثر من تكلفة. يبقى الآن مبيعات كم وحدة؟ مبيعات 1500 وحدة. فهنجي نكتب هنا 1500 وحدة مبيعات. التكلفة اللي حنسجل بها اللي هي 10 دينار. إذا تكلفة المبيعات في هذه الحالة اللي هي 15000 دينار. ما تبقى كرصيد الآن هو عبارة عن شنو؟ 2000 بعنا منها 1500، ما تبقى اللي هو 500. بطبيعة الحال التكلفة 10 دينار ما زالت كما هي. الرصيد المتبقي الآن هو عبارة عن 5000 دينار. نشوف العملية اللي بعدها. العملية اللي بعدها حصلت بتاريخ 2/3. بتاريخ 2/3 كم في مشتريات؟ تاريخ 2/3 في مشتريات عندي. المشتريات طبعا تسجل في خانة الوارد. فنشوف عندنا مشتريات كم. المشتريات كانت عبارة عن 3000 وحدة في 11 دينار، يعني 33000 دينار. لما نجي الآن بنسجل الرصيد في طبعا في حالة الوارد أولا الصادر أولا الآن، معاش نخلط يعني معاش نخلط التكاليف مع بعضها، فحيصير في فصل. فلما نجي أنا في الرصيد حنقول عندي 500 ب10 دينار، وعندي 3000 وحدة ب11 دينار، ونسجل هنا عندي 5000، وعندي ايضا 33000 دينار. يعني فسرت في الرصيد وبينت التكاليف المختلفة عندي في الرصيد، فنزلت كل وحدة في خانة بروحها، ما خلطتش بينهن، عشان بعدين لما نبدأ نبيع حنشوف نحن كيف نصير في عملية المبيعات التي تليها، كيف ان هذه تساعدني بعدين في تحديد تكلفة الوحدات المباعة. بتاريخ 3/4 في مبيعات، بتاريخ 3/4 كانت في مبيعات كم وحدة المبيعات؟ طبعا المبيعات تسجل في الصادر. المبيعات كانت اللي هي كم وحدة المبيعات؟ 3100 وحدة. فنشوفوها بس تأكدوا منها كم وحدة. المبيعات 3100 وحدة بالضبط. إذا المبيعات 3100 وحدة، يبقى أنا توا في طريقة الوارد أولا صادر أولا حنبدأ نبيع من القديم، يعني حنبيع ال 500 وبعدين نوفي على 3100 من التي تليها مباشرة. يبقى حنبيع هذه وهذه بحيث الذي يتبقى عندي بأحدث الأسعار. يبقى حنبيع ال 500 القدم اللي عندي اللي هو الرصيد. يبقى ال 500 القديمة أنا حنبيعها اللي هي كلفتني 10، يبقى هذه 5000. بعدين ال 3100 شنو مازال فيها؟ 3100 الان جزء منها اللي هو 500، الجزء المتبقي منها اللي هو عباره عن 2600. 2600 حناخذها من الوحدات اللي تكاليفها 11 دينار.
وتعطيني في هذه الحالة اللي هو كم؟ 28600 دينار. يبقى لاحظت الآن كيف صار؟ قعدنا ناخذ في تكلفة البضاعة المباعة من الأقدم، فالأقدم ما تبقى لدي اللي هو الأحدث، اللي تبقى لدي اللي عبارة عن 400 وحدة. يجي واحد يقول لي كيف حسبت؟ فهذين 3500 خذينا منهم 3100، يبقى المتبقي عندي 400 بتكلفة 11 دينار. يبقى في هذه الحالة عندي كم؟ عندي 4400 دينار. العملية التالية حدثت بتاريخ 10/5، اللي هي كانت عبارة عن مشتريات. يبقى المشتريات تسجل في خانة الورد، فنشوف نحن المشتريات كم اشترينا. اشترينا 2000 وحدة ب 12 دينار، يبقى في هذه الحالة عبارة عن 24000 دينار. الآن احنا اشترينا 2000 وحدة ب 12 دينار، يبقى 24000. يبقى الرصيد اللي عندي الآن، عندي 400 وحدة من قبل اللي هي ب 11 دينار، أضفت عليها كم؟ أضفت عليها 2000 وحدة الآن بتكلفة 12 دينار، يبقى عندي 24000 دينار. نسكر على العملية بهذا الشكل. العملية التالية كانت بتاريخ 20/6/20/6، كانت عبارة عن مبيعات. يبقى بنحدد تكلفة المبيعات من أي وحدات. الآن نجي نشوف كم وحدة بعناها نحن. فبعنا اللي هي 1400 وحدة. يبقى لما احنا بعنا 1400 وحدة، حنبيعوا ال 400 القديمة وحناخذوا 1000 من 2000 الجديدة هذه. يعني حنبدأ نبيع القديم بحيث الذي يتبقى عندي هو بأحدث الأسعار. فيبقى حنبيع القديمة اللي هي ال 400 اللي هي كلفتني 11 دينار، وحناخذ 1000 وحدة من الوحدات التالية ليها اللي هي كلفتني 12 دينار، يبقى 4400. وعندنا أيضا اللي هي 12000 دينار. اللي تبقى لنا الآن هن عبارة عن 2400، بعنا منها 1400، يبقى اللي تبقى لنا اللي هو كم؟ اللي هو 1000 بتكلفة 12 دينار، يعني 12000 دينار. نسكر الآن عليها بهذا الشكل. شوفوا الآن العملية التالية والأخيرة في التمرين، اللي هي حدثت بتاريخ 15/8 15/8. في عندنا مشتريات بتاريخ 15/8، فنشوفوا مشتريات بتاريخ 15/8 اللي هي كانت عبارة عن 4000 وحدة. اشترينا 4000 وحدة بتكلفة 13 دينار، يبقى اللي هي 52000 دينار. طبعا تسجل وين؟ في خانة الورد، لأنها عبارة عن مشتريات. الآن لما نجي بنحدد الرصيد، الرصيد في هذه الحالة حيكون عندي نوعين من حيكون عندي تكلفتين، اللي هي التكلفة الأولى اللي هي 12000 وحدة المتبقية ب 12 دينار، وبعدين اللي هي 4000 وحدة جديدة اللي هي ب 13 دينار. إذا هذا هو الخطوة الأخيرة في التمرين. وفي هذه الحالة فإن تكلفة المبيعات أو تكلفة البضاعة المباعة هي عبارة عن مجموع هذه مع بعضها، اللي هي تساوي عندي كم؟ تساوي 65000 دينار. من وين جبناها؟ اللي هي ال 65000 دينار عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموع الأرقام الموجودة الثلاثة عندنا هنا في الصادر، عبارة عن القيمة اللي حسبناها في الصادر. أما بالنسبة لمخزون آخر المدة،
فهو بقيمة 64,000 دينار. من وين جبنا مخزون آخر مدة بقيمة 64,000 دينار؟ عبارة عن القيمة الموجودة عندي في الرصيد بعد آخر عملية حدثت لدي في التمرين.